السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا قريب منزلي ديال القرعة اللي كيجي زوين بحال اللي كيتباع في السنقة. يعني في هاد الظروف خصنا نوجدوا الحويجات ديالنا اللي غادي ناكلوهم في المنزل بلا ما نخرجوا ونعرضوا راسنا للخطر. وبالنسبة لهاد قريب منزلي هو المعتاد عندي، كنديرو من امتى في رمضان كنتسحروا به، كيجي زوين لذيذ بزاف ورائع، كيجي خاطر، والاهم من هذا كيشد لينا النهار. يعني في بلاص ما ناخذوا الفلون ولا دانون كنصحكم ديروا هذا الريب منزلي فهو معتبر. اولا غادي نحتاجوا هنايا لتر ديال الحليب، تقدروا تضاعفوا الكميه البنات، تقدروا ديروا النص ديالها، كل واحد على حسب عدد الافراد الاسره اللي عنده. عندنا هنا اطرو ديال الحليب عادي، من الاحسن ما ديروش الحليب بحال يو اتش تي سليم، داكشي كديروا الحليب العادي. عندي لتر، عندي فانيلا، وعندي دانون ديال الفاني، ومن الاحسن يكون عاقد بهذا الشكل كيكون مكتوب فيه عاقد. وعندي هنا 5 المعالق كبار ديال سكر سنين. غادي ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي نضيف الحليب ديالنا، غادي نضيفو ليها سكر فاني، وغادي نضيفو 5 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، جوج، ثلاثة، خمسة. دابا البنات غادي نخلطو كلشي وغادي نديرهم فوق النار. فوق النار غير يغلى لينا الحليب، غادي نحيدوه. ها هو البنات، من بعد راه غلى لينا الحليب كيف ما شفتوا، دابا غادي نخليه حتى يبرد شويه، حتى فاش نخشيو صبعنا الصغير يعني كيفاش غادي نقول لكم، يعني نتقبلوا ديك الحراره ديالو، يعني ما يحرقناش، يبقى غير دافي باش دانون ديالنا ما يخسرش، ويبقاو فيه دوك المكونات ديالو الاساسيه اللي غادي تطيب لينا هذا الريب ديالنا المنزلي. هو البنات من بعد ما تفالينا الحليب ديالنا غادي نضيفو ليه دانون. كيف نضيفو البنات دانون؟ نخلطو، نخلطو مزيان، هاد المرحلة راه مهمة. بعد البنات كيف ما شفتوا خلطت مزيان، حتى كتكون هاد الكشكوشه كيف ما شفتوا، هاد الرغوه اللي تكونات باش هذاك دانون دوك المكونات اللي فيه ينسجموا لينا مع الحليب ومع السنيده ومع الفاني. دابا مهما خلطتو مزيان غادي ناخذوا القنينه ديالنا فين غادي نديروا الريب. هو البنات من بعد ما عمرته في القرعه ديالي في قنينه عاديه، دابا غادي نغطيه في شي حاجه، غنغطيه مزيان بالسرفيسه ديالنا، وغادي نخشيه في شي كرتونه ونعاود نزيدو مانطا ونخليه ليله كامله حتى الغد ليه، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يولي الرايب ديالنا. هو البنات من بعد ما خلينا ليله كامله
مشفتو هانتوما بقاو فيه هنا شي قطيرات ديال الما كيف ما كتشوفو عادي هانتوما عاقد كيجي دابا غنديرو في التلاجة وعاد غادي نشوفو الشكل النهائي ديالو. واخيرا البنات ها هو الريب ديالنا بعد ما خليتو واحد الساعة ديال المكانة يبرد دابا غادي نخلوه شوفو كيف كيجي كيجي خاطر هانتوما كيجي زوين بزاف وخاطر. تنتمنى انكم تجربوه وتخليو لي التعاليق والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو والى وصفه قادمه ان شاء الله.